بكم كديري مع الصحيحه. نتمنى انكم كاملين بكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. وعيد مبارك سعيد على الجميع يا ربي، وعلى ام سيدنا محمد وعلى جميع المغاربه وحتى الجاليه المغربيه. عيد مبارك سعيد عليكم كاملين. شوفوا انا كنصبح عليكم من السطح يلا فايقه عينيا باقي مسدودين. مهم البنات، بغيت نقول لكم عيد مبارك سعيد، وخليكم معنا في هاد لا فيديو في هاد لاغوتين ديال عيد الاضحى والاجواء الشعبيه ديال بنات الشعب. وهانتوما معنا في هاد لا فيديو، ما تمشيو فين، خليكم معنا. هانتوما البنات، الاجواء ديال بنات الشعب مهم. هنا طلعنا عمرت هنا السطوله، غسلت دوك الشباكي. البارح سيقنا السطح، هادشي اللي كتشوفوا كله البارح سيقنا. يا ماما سلام ماما عيد مبارك سعيد، كل المتمنيات امين. عمر ما كتسمعوهاش، نسيت مش هذاك الصوت اللي كنقولها ضرب شويه. تكونوا كل عام سالمين غانمين يا ربي يا ربي امين. وطول العمر نتوما وليداتكم وعائلاتكم يا ربي امين. حزينة هاد انا هبطت معكم هنا للزنقه للدرب ديالنا. هانتوما ولاد الدرب هنا راه كيشوطوا في الريوصه وداك الشيء. اجواء شعبيه ديال بنات الشعب وديال ولاد الشعب. اي حي شعبي كتلقاو فيه هكا الدراري كيشوطوا. صراحه داك الشيء اش غنقول لكم، طوب طوب طوب. هانتوما معانا في الاجواء ديال هذا النهار، ما تمشيو فين. هانتوما الاجواء هنا في الدرب عندنا، الدراري تبارك الله كيشوطوا الريوصه. شوف أجواء شعبية. البنات مشيت جبت هنا سميتو الراس، شوطوه لي الدراري. ايوا هانتوما معانا في هاد الاجواء، الصراحه ما كاين ما احسن من هاد الاجواء والله العظيم. المهم هانتوما معانا القطه ديالتنا، ها هي هبطنا هاد الذبيحه حنت مبغيناش نخليوها في السطح مع خفنا على المشاش وداك الشيء. قال لك المشاش ما كيكونوش نهار العيد كاينين، الصراحه لقيناهم في السطح. المهم هبطنا هنايا، هنا درت الشمش وكانت الشمشه البنات، وهنا البنات الشحمه، ها هي هنايا ديال بولفاف. ايوا ها نتوما معنا في هذه الاجواء المغربيه والتقاليد المغربيه. المهم غنشارك معكم كلشي ان شاء الله هذا النهار، وها نتوما معنا في الفيديو. شوفوا هادو الحبوب ديال نهار العيد نتوما كيعيدوا لكم معايا. المهم دوزنا الذبيحه، راكم عارفين ما خاصنيش نصور هادشي في اليوتيوب، بحال الدم الموس داكشي ما خاصوش يتصور. فما صورت الذبيحه، ولكن تبقى لينا داكشي كيبقى تصورات لينا حنا مالين الدار وداكشي. المهم سيقنا السطاح كلشي قديناه، شاركت معاهم الراس، هما قالت لي وريهم الراس. المهم ديتو الرايان شوطوا ليا، وهذا داز داكشي. اش غنقول لكم، ما كاين ما احسن من هاد الاجواء كماما. اجواء الصراحه ديال العيد سبحان الله، واحد الفرحه كتكون في القلب، خصوصا الا كانت اللمه ديال العائله. حنا الحمد لله كنا حنا وجيراننا الله يعطيهم الصحه، وها نتوما معانا تبارك الله. ربحنا بكري البنات، ماشي بكري مع ديك التسعود، ولكن تبارك الله جا القزار ذبح لينا قاد لينا الامور دغيا. صافي دابا هبطنا نص قطعه خليناها شويه الفوق، ومن بعد هبطناها. ايوا ها نتوما كبيدات هنا، ماما راه كتوجد تصب تلوي في الشحمه، الشحمه نصابو بولفاف الزنان صافي نجي بابا شام نقطعها على حساب بولفاف على حساب هاد القياس هكا. ها
وهانتوما معنا في هذه الاجواء ديالنا ونهار العيد ديالنا. وتانتوما قولوا لي في لي كومونتير كيفاش دوزتوا عيدكم، كي لقيتوا عيدكم، كيقولوا كيفاش لقيتي دوارتك ياك، كيفاش لقيتي الدواره ديالك، ايوا واش تغديت ولا مازال؟ دابا حنا يلا اذن الظهر، يلا اذن غير دابا لقيتو، يلا عاد هذا هو وقت الغدا صافي. ايوا الحمد لله حنا 10 ونص هبطنا من السطح. ايوا اللي عنده شي عيد الله يدوزو ليه على خير. امين. ايوا هادو غنستفهم هنا نحطهم هنا، الا قطعت هاد الشحمه ديال بولفاف سمحوا لي على هاد الصوت ديالي. ها هي هادي حيدتها حنا تغليطه شويه تنملحوها نديروها قديت. ايوا دابا تاخدي الكبده. بسم الله بسم الله يا ربي بسم الله بسم الله. ندير غير القياس الجهد اللي عندنا كله باش ما يخسرش. ايوا هذا هو المجمر ديالنا، ها هو زند. كان تيقول لي النافخ، كان تيقول النافخ على حسب كل واحد وشنو كيقول له. كيقول الفرينه، الفرينه المهم حنا كنقولوا المجمر، المجمر النافخ النافخ. دابا ما نقولش لكم على طالع هذاك ديال العافيه الصوبات. حنا غادي نشويوها هنايا، ما شويناش في السطح، كنا بغينا نديرو كايطون في السطح وداك الشيء الساعه الصهد والشمس. دابا الكبده درت ليها، دابا الكبده درت ليها مليحه باش ما ديرش نص طيبه مسوسه، وشويه ديال القزبر صافي. ها هي تنعاودها سميتو، ونزيد شويه ديال القلب حتى هو معاهم. هذا البنات القلب حتى هو ندير ليه شويه ديال الملحه. ها هي المليحه، ها ندير ليه شويه ديال الملحه باش ما يجيش مسوس. ايوا بصحتكم وبراحتكم وتعيدوا على خير ان شاء الله. تعيدوا تعاودوا با غزالاتي الفنات. ها ماما كتصاوب لينا هنا في بولفاف. هادو ما كديرش فيهم ماما الشحمه، كنت كاين اللي ما تياكلش الشحمه. هادو بالشحيمات كتصوب فيهم. ها انتم قولوا تبارك الله ما شاء الله. هذه الاجواء ديالنا ديال مول الدار. هانتوما يا ختي درنا بولفاف هنايا، وهانتوما هذا غدانا، هذا بولفاف يا ختي ديال هاد العيد ديالنا. ضروري من بولفاف كيرافقو اتاي، عرفتو راه اتاي راه كيجي مع بولفاف. راه اش غنقول لكم هنا المناضة غير اللي بغاها مع دابا الصهد، راكم عارفين ضروري البنات من الزعلوك ضروري هذا الخيار. طاطا البطبوط وجداتو مسكينة ماما البارح دابا غير سخنتو. ايوا هانتوما معانا، مبروك عيدكم وبصحة هانتوما غديوتكم و... اهلا صحباتي الفنات، كدرتو كي درتو مع العيا؟ الحمد لله حنا كلشي داز عندنا بخير اللهم لك الحمد. كدرتو نتوما مع التسياق ومع الروينه بخصوص البنات، اما الدراري راه ما كيتمحنوش نهائيا. الدراري اش غنقول لكم، البنات اللي هز من هنا شدي من هنا دير من هنا، والحمد لله كلشي داز مزيان، كلشي داز هو هذاك اللهم لك الحمد. صراحه يعني حيدنا يعني حنا الروينه حيدناها بكري، ذبحنا بكري، حيدنا ديك الروينه بكري، هبطنا صراحه كلشي تقريبا درناه، بقى لنا دابا غير الراس غسلناه كلشي، خصو دابا غير يتكرد والحولي حتى هو يتفصل. ايوا هادشي اللي كاين البنات، هذا هو نهارنا ودوم الاجواء ديالنا سيقي ديري. والله البنات الى اجواء زوينه واجواء العيد الكبير ما كاينش بحالها. سبحان الله كتكون واحد الاجواء اللي غزاله وكيكون كلشي فرحان و... الله يدومها فرحه علينا كاملين، على جميع المسلمين وعلى ام سيدنا محمد وعلى الجميع. والله والله يشافي مرضانا ومرضى المسلمين. مساكن كاينين بزاف الناس اللي مساكن ما عاقلينش على عيدهم، اللهم لك الحمد البنات. لذلك دائما خاصنا نقولوا الحمد لله على النعمه اللي حنا فيها،
والنعمة يعني الحمد لله اللي مع والديه يقول الحمد لله، اللي مع خوته يقول الحمد لله، اللهم لك الحمد البنات، والحمد لله دوزنا العيد زوين، دوزنا الأجواء زوينة، وهذا الشيء اللي كانوا كنتم دابا عارفين. دابا نوض نعاون الدار وقيلا غادي نفصلوا دابا، ومن بعد عاد نصبوا العشاء، وها نتوما معانا البنات. وتبقى لينا دابا غير الحولي نفصلوه، هذا الشيء اللي بقى لينا، والراس صافي. وهذيك الساعه دابا ترتاحوا شويه، هذيك الساعه عاد نشوفوا شنو غنديروا للعشاء. ماما كانت باغا دير التقليه، وخويا ما كياكلش التقليه، و غنديروا غير الكسف هكا في الطاجين يمكن. حنا باقي دابا ما قررناش، باقي دابا كنقولوا حتى باقي على ود العشاء. يلاه دابا الخمسة و لاروب يعني راه باقي. ايوا هادشي اللي كاين اختكم، يلاه سيقات وجمعات ورديت اللي بغيت رد، كلشي هو هذاك نضيناه. هذا هو عيدنا تبارك الله، العيد الكبير. هادو هما الاجواء ديالو، كان بزاف ما يتصور، ولكن البنات الا بقيت مقابله التليفون ما غاديش نعاون، وبالخصوص نتوما عارفين ان ماما يعني فاتحه وخاصني دغيا ندير دغيا نشقى ونعاونها، وداكشي ما خصنيش نتلها في التليفون، حيت ليس في التليفون غتفقس وغتنوض. ما البنات بالنسبه لي اول مره كتشوف هاد لاشين هادي وكتشوف كنزه تابوناو عندي وتبارطاجيو لاشين ديالي باش تكبر العائله ديالتنا. عائلتنا مازال صغيره وخاصنا نكبروا مع بعضياتنا. كنتمنى انكم كاملين تابوناو في لاشين، ما تنساوش لي لايك، خليوا لي التعاليق ديالكم، كيدوزو عيدكم، بارطاجيو بارطاجيو البنات. تهلاو ليا في راسكم، وعيد مبارك سعيد عليكم كاملين وبكل متمنيات يا ربي. وتهلاو في راسكم وبارطاجيو الفيديو. اللي ما ابونياش تابون اختي في لاشين. يلا البنات تهلاو في راسكم.